الثاني وايه الاخطاء اللي وقعنا فيها الشوط الاول والشوط الثاني، ولكن يعني باستفاضه اكتر ان شاء الله. كابتن اسامه الف مبروك، فوز كبير كنا محتاجينه في البدايه حقيقه. في مكاسب النهارده طبعا، اول مباراه في دوري المجموعات انك تكسبها بتاخد ثقه. صح. السنين اللي فاتت كان بيحصل تعثر في البدايه، بتبدا تدخل في الحسابات، لكن النهارده مكسب مهم على ملعبك، 3 اهداف النهارده كسبت. كريم الدبيس متواجد مع علي معلول في الجبهه الشمال، النهارده ادى اداء رائع، يعني بيكمل سلسله المباريات اللي هو لعبها قبل كده، لعيب صغير في السن، بتكسب باك ليفت للمستقبل. الامر الثاني كريم فؤاد، واحد من العناصر المهمه، لعيب عنده سرعات، قبل الاصابه وصل لفورمه وكان يعني حاجه هايله، بعد الاصابه بيبدا يستعيد مستواه مره ثانيه. النهارده اداله حوالي 60 دقيقه، ادى فيهم بذل فيهم مجهود كبير، وعمل جبهه مع محمد هاني، جبهه جيده. عوده كهربا للتهديف، تهديف النهارده كهربا بيديله ثقه، وبيقول لفيتوريا عندنا مهاجم يستحق الانضمام لمنتخب مصر. محمود كهربا بيأدي مستويات رائعه مع النادي الاهلي، سواء كان في افريقيا او كان في الدوري قبل الايقاف، وبيكمل دلوقتي في دوري المجموعات. النهارده ايضا كمان حسين الشحات، يعني بعد استبعاده من المنتخب بيرجع بيتألق مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، تواجده مهم في منتخب مصر عشان داخل على كاس الامم الافريقيه. حسين الشحات برضو لعيب كبير. صلاح محسن النهارده لعيب بعد عودته للنادي الاهلي محتاج هدف، دايما المهاجم محتاج هدف عشان تاخد ثقه. النهارده الهدف اللي هو احرزه النهارده، حتى النواحي البدنيه بتاعته، حركته في الملعب النهارده يا كابتن ايمن افضل من المباريات اللي فاتت. صلاح محسن لعب وقت قليل، لكن النهارده في نشاط، في اداء، سجل هدف عمله له محمد مجدي قفشه، هدف حلو قوي. حته بقى التغييرات، حته ان توقيتات كولر يبدا بمين وما بداش بمين، حسب توقيتات او حسب رؤيه المباراه. شوف منتخب مصر الماتشين اللي لعبوه في تصفيات كاس العالم، لعبوا قصاد مين؟ جيبوتي وسيراليون. جيبوتي بدا بتشكيل كان في مصر، وفي سيراليون بعد 48 ساعه سفر كان في تغييرات في التشكيل. مظبوط. طب ما ده انت بتلعب في تصفيات كاس عالم، يعني من الاولى انك تبدا بالاساسيين عندك هنا وتبدا بالاساسيين هنا عشان ده تصفيات كاس عالم. فالنهارده المباراه الثانيه كان مقعد تريزيجيه، واحد حد يختلف ان تريزيجيه لعيب اساسي؟ لا، قعده في مباراه جيبوتي واداله اجزاء وابتدى فيه وبدا بيه سيراليون. حمدي فتحي، حد يختلف على حمدي فتحي ان من العناصر الاساسيه؟ ادى مروان عطيه لسه جديد في المنتخب، مروان عطيه عنده خبرات، اداله في جيبوتي. فانت النهارده كمدير فني بيبقى ليك رؤيه في المباراه دي، زي ما بلال قال ميدياما الغاني فرقه في الامكان كويس، ممكن تقدر تحقق الهدف اللي انت عايزه بناس ممكن بعيد عايز ادخلها، بس بتبقى في وجهه نظر احيانا بعيدة. بتقول لك يا كابتن يعني العب بالاضمن الاول، اكسب وبعدين ابتدي اغير. ما انا معاك يا كابتن والله، ده في حاله لو انت النهارده المباريات الوقت او التوقيت ما بين المباريات بعيد، انت تلعب بعد 48 ساعه امام سموحه في الدوري، مباراه مطالب فيها بالمكسب. النهارده انت بيرسي تو ما لعبش النهارده او نزل ممكن يبدا المباراه الجايه، ممكن طبعا. فانت النهارده حسب المباراه وحسب رؤيتك للمباراه بتوزع توزيع المباراة، زي ما قلت لك فيتوريا انت تصفيات كاس عالم، لا انا الاولى ابدا بالتشكيله الاساسيه عندي، ما بدا بعمر كمال عبد الواحد المباراه جيبوتي، وهناك بقى لعب محمد هاني اقوى دفاعيا. فانت بتوزع حسب رؤيه المباراه، فده متاح. فانت كمدير فني بتشتغل كل 48 ساعه مباراه، ما ينفعش تشتغل في نطاق 12 13 لاعب، لا لازم المساحه توسع، بتتكلم بقى في 18 19 لاعب، علشان في اصابات، في سفر، في مباراه كل 48 ساعه، فلازم تدي المساحه دي. وهي دي الفكره الراجل كان عايز يعملها في مباراه الجونه، لكن النتيجه يعني ما جاتش في المتناول زي ما هو كان. بس التغييرات كانت كتيره في ماتش الجونه. انت خلي بالك انت كمدير فني زي اللعيب، احنا النهارده بلال بيقول النادي الاهلي لو كان احرز هدف كان الشكل اتغير. انت كمدير فني خلي بالك برضو بترسم سيناريو ممكن تبقى موفق فيه وما تبقاش موفق، بعد كده بتشتغل على الصح، المهم انك تعدل. النهارده كولر عدل طب عدل كان ممكن يعدل في بدايه الشوط الثاني، لكن لحق نفسه في الدقيقه 60 افضل ما كان بيعدل في الدقيقه 80. انا قلت لي افضل من اللي فات، افضل من الدقيقه 80 كان كنا نقول لا ده النهارده اتاخر جدا على التغييرات. لا دي برده 60 كان في المتناول لعيبه تلحق في 30 دقيقه. والدليل على كده محمد مجدي قفشه لما نزل عمل فارق في نص الملعب، واحنا كلنا اتفقنا هنا كابتن شريف، كابتن عادل وكابتن بلال،
ان وجود قفشه في الشوط الثاني كان مهم جدا. لعيب حيوي يقدر يديك رؤيه في نص الملعب، يقدر يعمل لك باص مظبوط، يقدر مزبوط. يطلع الاطراف. محمد هاني من بدايه المباراه كان كريم فؤاد قافل عليه شويه. شوف مجدي قفشه لما دخل بقى عمق الملعب ادى فرصه لمحمد هاني. الشوط الثاني بدا يشتغل، لقى اللي لعبه بلي ماكر اللي يبدا يطلعه. فلما شفنا محمد هاني في نهايه الشوط الثاني كتير طلع وعمل كام كره عرضيه. مجدي قفشه عمل يعني 30 دقيقه رائعه كمان. صحيح. صنع الهدف صلاح محسن. بيرسي تاو عمل نشاط ناحيه في ناحيه اليمين. التغييرات كانت واقعيه النهارده، محمود كهربا، حسين الشحات يعني مهاجم بمهاجم طرف بطرف، وامام عاشور خرج خلاص، احمد نبيل كوك عشان يبدا يامن نص الملعب. فالنهارده تغييرات كولر واقعيه، اللعيبه النهارده ادت مباراه كبيره. النادي الاهلي استحوذ على المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني النهارده كان في فرصه او اتنين لفرقه ميديانا، ده طبيعي وانت بتهاجم. لكن النقطه اللي كنت بقول، ما هو ده اللي كان مضايقنا الشوط الاول، ان انت ما استغلتش السيطره بتاعتك، وان الفوارق الكبيره بين الفرقتين وما قدرتش تحسم من بدايه المباراه. كام دقيقه؟ المباراه 45 دقيقه؟ لا 90 دقيقه. 90 دقيقه. طب ما انت النهارده ممكن شوط ما تبقاش موفق. خلي بالك ممكن ترجع برضو انك بقالك فتره زي ما كابتن شريف قال اللعيبه في المنتخبات. أي. فانت النهارده لما تبدا تعمل التجميعه تاني واللعيبه تدخل في اجواء المباريات والتجانس والكلام ده ممكن تاخد وقت شويه في الشوط الاولاني. لكن لو كان احرزت هدف كهربا من البدايه كان فرق الدنيا، فرقت تماما. كانش حد اتكلم فيها طبعا، خلاص كانت كان الكلام اتغير. تعد بقى تبدا تعد. كان تبدأ هو لعب كده صح، كان الكلام اتغير. انا قلت ما مش المفروض يلعب بديان. لا والفرقه كانت ميديانا ما كانتش هتقف الوقفه دي، كان هيبدا تفك وتهاجم، تبدا تسجل الثاني والثالث. ما ينفعش يلعب بديانج ومروان عطيه. لو كنت جبت جونين انت في اول شوط كنا هنسكت. النقطه الايجابيه النهارده المهمه اللي انا كنت اتمناها بالمباراه وحصلت، ما شباك محمد الشناوي لم تهتز. لم تهتز الحمد لله النهارده. صحيح. يعني بعد مباراه سيمبا الاثنين دخل، كان داخل فينا اهداف، مباراه سان داونز هناك دخل فينا اهداف، مباراه الجونه. صح. فكان ده حاجه مقلقه كنت بتكلم عليها. انا قلت لك حته الاهداف ان احنا نسجل، لا عندنا وهنسجل اهداف، لكن حته ان احنا شباك محمد الشناوي ده المهم، والفريق الكبير اللي بيلعب على بطوله لازم يبتدي من هنا. بس انت قلت لي برضو ان لازم يكون في تركيز احسن من كده في النواحي الدفاعيه. طبعا، ما النهارده لما فرقه زي ميديانا برضو تصنع عليك فرصتين خطرتين يعني باهداف، لا ما ينفعش. صعب طبعا. حلها ازاي؟ لازم الخطوط تتقارب اكتر من كده. محمد عبد المنعم مع ياسر، لازم مع هاني مع كريم، لازم الثلاثه الاربعه لازم يقفلوا عمق الملعب شويه. لازم حته العمق الكبير قوي اللي كان عامله عبد المنعم وياسر خاصه في الشوط الاولاني كان زياده. لازم اخد الفرقه واطلع علشان اخد الكره الثانيه. طول ما انت واخد تاخد الكره الثانيه انت بتضغط الفرقه اللي قدامك. كانوا عاملين عمق كبير. وفي حاجه ثانيه يا اسامه النهارده، بص لاحظناها النهارده، كل الكرات الطويله 2 على 2، ما ينفعش يبقى 2 على 2 في اي هجمه مرتده ايا كان. طبعا واحد زياده بتلعب بتلعب 2 في نص، 2 ميد فيلدرز يا اسامه، وبيتروح كل كره 2 على 2. لا عندك حاجه من الاثنين. لا طبعا، لا عندك طبعا. واحد من الباكين محمد داني وكلونيس لازم يقف، والثاني بيشتغل الدور الهجومي، او عندك مروان عطيه بيكون واقف قدامهم. مزبوط. وديانج هو اللي بيشتغل الدور بتاعه. في حل مهم قوي عشان تعدل الناحيه الدفاعيه، ثبات خط الدفاع. انت ممكن تغير في حاجات كتير الا في خط الدفاع. انت في خط الدفاع طالع من عندك كام واحد؟ عندك الشناوي ثابت، رامي ربيعه، علي معلول كان بيلعب الفتره اللي فاتت كتير. علي معلول كاساسي انت لعب، انت لعبت اكرم توفيق مع محمد هاني، ده بياخد شويه وده بياخد شويه. ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه، ده بياخد شويه ده بياخد شويه. لو ثبتت التيم صح، او ثبتت خط الدفاع وحارس المرمى ده، وانت ممكن تلعب تغير في واحد بس. يعني انت ممكن تلعب تغير قدام شويه كتير. لكن خط الدفاع دائما لازم بيبقى فيه ثبات كتير علشان الحركه والمساحات تتسد كويس. بلال قال كلمه مهمه النهارده، قال بيقول ان 2 على 2 عندنا في اكتر من فرصه، لو في الباص بيتباصى كويس ووصلت لواحد هتبقى خطر عليه، علشان كده لازم في زياده عدديه. الزياده العدديه بتاعتك بيبقى طرف من الطرفين بيخش لجوه. صحيح. لو هم اتنين في الوسط، لو واحد على الطرف بياخدوا الطرف وبياخد السرد باك التاني، والتاني اللي بيعمل الليبرو. كل الحاجات دي محتاج انك تشتغل بيها، زي السنه اللي فاتت لما مستر كولر لعب 10 مباريات ما دخلش فينا هدف. ما هي دي النقطه بقى، دي النقطه اللي احنا عارف كان ليه بناكد عليها. عارف كان ليه يا اسامه؟ كان مهمه جدا
ثبات نص الملعب وثبات المدافعين وارجع لل صحيح. وارجع للعشر مباريات. طيب نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل كابتن احمد فوزي لتحليل اداء حراس المرمى. انتظرونا.